بقات لنا تقريبا 115 يوم على الامتحان الوطني ديال البكالوريا سنه 2023. وكانت الوقيته هذه بزاف ديال التلاميذ تالفين، بزاف ديال التلاميذ ما عارفينش فاش غادي يبداو. كاينين البعض منهم اللي ديجا بدا لا بريباراسيون في الدوره الاولى، ولكن لاحظ باللي دابا كاع دوك الدروس ديال الدوره الاولى مشاو ليه. كاين اللي تالف يلا غادي يبدا ازيرو، كاين اللي عنده الباك ليبر وكثروا عليه المواد، كاين اللي عنده 10 عنده 13 ما عارفش منين غادي يبدا. هذا الفيديو غادي تكون موجهه باش تحل لنا هذا المشكل، منين غادي نبدا. وبالنسبه للسؤال ديال واش مازال الوقت باش نبدا ونجيب واحد النقطه مزيانه، راه ديجا جاوبت عليه في الفيديو اللي قبل، دونك راه مازال عندك الوقت، ولكن شنو غادي دير في هذا الوقت هو اللي مهم بزاف. اذا الا كان عندك هذا المشكل تبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نعطيك خطه كامله شامله اللي الا تبعتيها جو سوي سور ومتاكد بانك غادي تجيب واحد النقطه اللي مزيانه. ولكن قبل ما نهضروا على الخطوات ديال هذه الخطه، اول حاجه بغيت نقول لكم هي شكرا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع كاع الفيديوهات اللي قبل، وخصوصا الفيديو ديال رحلتي من بعد الباك ليبر واللي كنهضر فيها على لي كونكور وكيفاش قدرت على انني ندخل لفاكولتي دو ميديسين اي دو فارماسي. الفيديو في اقل من شهر وصلت لاكثر من 100,000 مشاهده، وهذا بالنسبه لي واحد الرقم اللي كيفرحني بزاف، حيت هذا الفيديو خدمتها بحب، خدمتها من القلب ديالي، وحتى التوقع ديالي بانه هذا الفيديو هذه غادي يشوفوها بزاف ديال الناس الحمد لله قدرنا ننجحوا فيه. شكرا بزاف لكم، وكنتمنى انه هذا الفيديو هذه تكون حركات فيكم شي حاجه وموتيفاتكم باش انكم تخدموا وتبريباريو. الا كنتي اول مره كتفرج في الفيديوهات ديالي، انا غنخلي لك الرابط ديال هذا الفيديو اللي ضروري خاصك تمشي تفرج فيها، سواء هنا ولا غادي تلقاه في الديسكريبشن لتحت. وما تنساش انك دير سبسكرايب وتفعل الجرس باش انفو نحط واحد الفيديو جديده توصلك انت الاول وتفرج فيها. وبالنسبه للتلاميذ والطلبه اللي كتفرجوا في الفيديوهات ديالي ديما، ما تنساوش انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو، ديروا لايك كومنت وتعطيوني الراي ديالكم فيها، قولوا لي كيف جاتكم الفيديو، شنو هما الحوايج اللي نقدر نخدم عليهم اكثر، حيت هذا الشيء غادي يعاوننا بزاف باش نديفلوبيو هذا المحتوى ونقدروا نوصلوا لواحد الفئه كبيره من التلاميذ. باش ما نطولش بزاف في الفيديو، نرجعوا للموضوع الاساسي ديالنا في الفيديو واللي غادي نهضروا فيه على الخطه بالتفاصيل، كيفاش اي واحد تالف سواء تابعوا الجهوي ولا الوطني ولا تابعينه بجوج، كيفاش الواحد يقدر يوفق ما بين المواد ديال الجهوي والمواد العلميه، كيفاش يقدر الواحد يوفق ما بين المواد ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه ونبداو باول خطوه واللي اساسيه خاصك ديرها، هي انك تعرف شنو هما المواد اللي تابعينك في الامتحان. دونك الا كان عندك الامتحان الوطني وكنتي مثلا علوم فيزيائيه، فالمواد راه معروفين، عندك الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الحياه والارض، وعندك الفلسفه والانجلي. بالنسبه لواحد التلميذ اللي كيقرا في اولى باك وتابعوا الجهوي وهو مثلا داير واحد الشعبه اللي علميه، فاكيد المواد غادي يكونوا هما اللغه العربيه، الفرنسيه، التربيه الاسلاميه والاجتماعيات. من غير انك تعرف شنو هما المواد، خاصك تعرف حتى شنو هما المعاملات ديال هاد المواد. مهمه هذه المعلومه هذه، حيت غتعاونك بزاف باش انك تجيب واحد النقط اللي طالعه. وباش تكون عندك المعلومه صحيحه، يكفي انك تمشي لجوجل تكتب الاسم ديال الشعبه ديالك الامتحان وتكتب المعاملات المواد، وفي النتائج ديال البحث اللي غيخرجوا لك ضروري ما غتلقى شي صفحه اللي غادي تعطيك شنو هما المواد والمعاملات ديالها. بالنسبه للناس اللي عندهم باك احرار، فراه عندهم جوج ديال الامتحانات، عندهم امتحان جهوي احرار وكاين امتحان الوطني اللي غيدوزوه مع المتمدرسين، بالاضافه للامتحان ديال التربيه البدنيه اللي غادي يدوزوه سواء في الاخر ديال شهر جوج ولا في شهر ثلاثه. دابا غادي ندوزو ثاني خطوة، وهي انك تحدد شنو هما العناوين ديال الدروس اللي عندك في كل مادة وفي هذوك المواد اللي عندك في الامتحان. مثلا ناخذ المادة ديال الرياضيات بالنسبة للناس اللي عندهم علوم فيزيائية بيوف ولا بالعربية، فراه ضروري غنلقاو الدروس ديال نهاية الاتصال، الاشتقاق، دراسة الدول وتمثيلها المبياني، الدول الأصلية، المتسلسلة العددية، المهم حتى تسالي الدروس كامل. كل مادة غادي تكتب شنو هما الدروس اللي عندك فيها، وفي الاخير غدير المجموع ديال الدروس، شحال من درس عندك في المواد كاملين. وفي الغالب ديال الاحيان الناس اللي كيكون عندهم الجهوي هما اللي كيكون عندهم واحد العدد ديال الدروس اللي قليل، موراهم الناس اللي عندهم الوطني، واخر وحدين اللي كيكون عندهم بزاف ديال الدروس هما الناس اللي دايرين باك احرار. ولا بغيتي تعرف شنو هما العناوين ديال الدروس ديال هذوك المواد كاملين، يكفي انك تدخل واحد الموقع اللي ديجا انا استعملته اللي هو aloschool.com، وغادي تشوف على حساب الشعبه ديالك كل ماده شنو هما الدروس اللي فيها، وكيف قلت في الاخر دير المجموع ديالهم. من بعد خاصك تعرف العدد ديال الايام اللي باقي ليك باش انك تدوز داك الامتحان سواء الجهوي ولا الوطني. مثلا حاليا الفرق ما بيننا وما بين الامتحان الوطني هو 115 يوم، ومن اللي تعرف هذا العدد ديال الايام دابا غادي تحسب واحد المعامل، وهذا المعامل هو اللي غيحدد لك شحال من درس غادي تقرا كل نهار. وباش تحسب هذا المعامل يكفي انك تقسم العدد ديال الدروس على العدد الايام اللي بقاو ليك. نفترضوا مثلا واحد التلميذ اللي عنده الامتحان الوطني وعنده 100 درس في المجموع، وشحال من يوم باقي ليه من هنا الوطني؟ 100 يوم. الا شدينا 100 قسمنا على 100 غادي تعطينا في الاخر درس كل نهار. دونك هاد التلميذ هذا لا بغى يجيبها لاصقه خاصو يقرا على الاقل درس كل نهار. دونك الا بقى كيقرا درس كل نهار، وانا متاكد باللي نهار واحد تقدر تقرا فيه بزاف ديال الدروس،
راه من هنا حتى الوقيته ديال الوطني يكون سير الدروس كاملين. دابا غادي ندوزو للخطوه رقم 3 واللي غادي نحدو فيها الساعات ديال المراجعه. دونك ضروري ما خصك تجلس مع راسك وتقول شحال من ساعه غادي نخدم كل نهار من دابا حتى الامتحان الجاي ولا الوطني. خصني نعرف واش نخدم ساعه، واش نخدم ساعتين، واش نخدم ثلاثه السوايع. وكاينه واحد لابروش اخرى واللي هي شحال من ساعه غادي نخدم من الاثنين حتى الجمعه، وشحال من ساعه غادي نخدم في السبت والحد. وهذا العدد ديال الساعات خصو يبقى فيكس، ما خصوش يتبدل. دونك الا قلتي مع راسك بانك غادي تقرا ساعتين كل نهار، راه خاصك فريم وتبع هذيك ساعتين حتى يوصل الامتحان. وما تنساش انك تحدد واحد الحيز زمني لهذا الوقيته هذه، ما تخليهاش الياطوار. ماشي تتفيق في الصباح وعاد باش تقول امتى غادي ندير هذيك ساعتين، لا اختارها من الاول. ومن الاحسن تكون فيكسيا، يعني عارف باللي كل نهار من 7 ديال العشيه حتى ل 9 ديال العشيه كتبريباري فيها، وتقولها حتى للدار اللي معاكم ولا صحابك، واللي بلي هاد الوقيته هادي راه كنبريباري فيها، حتى واحد ما يديرونجيني، حتى واحد ما يبرزط. دونك هادي مهمه، حيت كاين التلاميذ اللي كيخدموا بعشوائيه، كيقول اليوم غنخدم ديك ساعتين في الصباح، الغد غنخدمها بنهار، واحد النهار اخر خدمها في الليل. كون اكيد على انك واحد النهار غادي تزقلها ولا تقدر توصل حتى لسيمانه وانت ما كتبريباريش. العكس اللي درتيها كل نهار وحددتي هذاك الموعد، صافي كتولي كدير بزاف ديال الحوايج في النهار ديالك، ولكن غير كتوصل ديك 7 ديال العشيه كتعرف راسك بلي هذه وقيته ديال المراجعه. دابا غادي ندوزو للخطوه رقم 4. دابا خصك تصايب واحد البرنامج. قلت لك في الاول بلي كاينه واحد المعلومه اللي مهمه، هي انك تحدد المعاملات ديال المواد اللي غيكونوا عندك في الامتحان، سواء الجهوي ولا الوطني. عرفتي علاش؟ حيت مجموعه ديال التلاميذ كيطيحوا في واحد الخطا ديال انه الوقت اللي كيعطيوه للماط هو الوقت اللي كيعطيوه للفلسفه، في حين راه هذا واحد الخطا كبير بزاف. راه المعامل ديال الماط بالنسبه مثلا للعلوم الفيزيائيه راه هو 7، اما بالنسبه للعلوم الرياضيه راه هو 9، اما الفلسفه راه المعامل ديالها غير 2. دونك الوقت ديالك في البرنامج اللي غتصاوب خصو يكون معطي للماط بزاف، والفيزيك الا كنتي مثلا داير سيونس فيزيك ولا سيونس مات. اما الفلسفه لونغلي ولا مواد اخرى اللي عندها معاملات لي هابطه راه خاصك تعطيهم غير واحد شويه ديال الوقت. دونك صايب واحد البرنامج اللي الاولويه ديالك فيه هي المواد اللي عندها معاملات طالعين، والمواد اللي عندها معاملات هابطين ماشي ما غاديش تقراهم، وانما غير غتعطيهم واحد شويه ديال الوقت، يعني ما غاديش يكون بزاف. واحسن برنامج اللي نقدر نقترح لك في هذه الوقيته هذه ديال شهر 2 هي انك تاخذ واحد شهر تخدم فيه غير المات الفيزيك بوحدهم، وتحاول ما امكن انك تساليهم. وفي الشهر اللي من وراه تقدر تدوز مثلا الاس في تي والمواد الادبيه، ولكن اون باراليل ما تنساش لي الماط والفيزيك، يعني ديما خصك تبقى تخدمهم. غير في هذا الشهر هذا تركز عليهم بزاف. علاش؟ حيت المعامل ديالهم هو 7 7، اي نقطه فيهم راه كتسوى بزاف وغادي تطلع لك المعدل ديالك، واي نقطه هابطه فيهم غادي تخلي المعدل ديالك انه يهبط بزاف. اذا بالنسبه للمواد اللي عندها معاملات هابطه ما تسوقش لها دابا وما تعطيهاش واحد الاهميه حتى يقرب واحد شويه الامتحان. وبالنسبه للناس اللي عندهم الجهوي في هذه الوقيته حاولوا تركزوا بزاف على الفرنسيه، راه المعامل ديالها 4، اما المواد الاخرى المعامل ديالها غير اللهجو. دونك الا كنتو مازال ما شفتو مثلا لي ريزومي ديال لي زوفر، حاولوا تقراوهم دابا، حاولوا تفهموا مزيان القصص علاش كيهضروا، حاولوا تخدموا على لي فيغور دو ستيل، حاولوا تبداو تتعلموا كيفاش تكتبوا واحد التكست ارغيمونطاتيف. دونك ما تضيعوش هاد الشهر 2 دابا، من دابا تبداو تخدموا على الفرنسي ديالكم. وكاينه واحد الملاحظه بالنسبه للتلاميذ المتمدرسين، يعني سواء اللي كيقراو في اولى باك ولا الثانيه باك، عندهم واحد المشكل ديال ما كيعرفوش كيفاش يوفقوا ما بين داكشي اللي قراو في الدوره الاولى وداكشي اللي عندهم في الدوره الثانيه. فالنصيحه ديالي في هذاك البرنامج اللي غادي تصوب، مثلا عندك واحد ساعتين ديال الماط، حاول واحد الساعه تخدم فيها شي حاجه ديال الدوره الاولى، والساعه الثانيه خدم فيها شي حاجه ديال الدوره الثانيه، وهكا انت كتيكيليبري، كدير واحد توازن ما بين داكشي ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه، وهكا ما عمرك ما غادي تنسى داكشي اللي فاتك، وديما غادي تركز في داكشي اللي جديد عندك في الدوره الثانيه. واهم نصيحه غادي نعطيك هي داكشي اللي كتقرا في الدوره الثانيه حاول تفيناليزي، حاول تفهمه مزيان باش ما ترجعش ليه عاوتاني من بعد. اذا بالنسبه لي انا هذا هو الحل، يعني ما تبقاش تقول واش غادي نقرا الدوره الاولى ولا غنقرا الدوره الثانيه، لا تقدر تقراهم بجوج، خاصك تعرف غير كيفاش توازن بيناتهم. وغير للمعلومه راه داكشي ديال الدوره الثانيه الا كنتي بريباريتي وجدتي فيه الفروض راه ما غتلقاش فيه مشاكل، يعني الوقت ديال المراجعه غادي تكون قليله، راه غدير غير غابيل، يعني ماشي غيضيع داك الوقت اللي كنتي كتبريباري فيه شحال هادي. دابا غادي ندوزو للخطوه رقم 5، وهذه الخطوه فعليه، يعني دابا غادي تبدا لا بريباراسيون ديالك. هذوك الدروس اللي حددتي مثلا ديال الرياضيات والفيزيك اللي غتبدا تبريباري فيهم، غادي تمشي وتكتب العنوان في يوتيوب، وغادي تلقى مجموعه ديال الاساتذه كيشرحوا داك الدرس، غتجيب واحد ستيلو وواحد الورقه وغادي تبدا تفرج فيهم. توقف الا بغيتي توقف الفيديو، تعاود شي حاجه اللي ما فهمتيهاش مزيان وتصايب الملخص ديالك. وفاش تسالي داك الدرس اكيد غادي تلقى داك الاستاذ داير واحد الفيديو كيدير فيه التمارين ديال داك الدرس، خدم هذوك التمارين قبل ما تشوف السوليوشن، وشوف شنو هما المشاكل اللي عندك، شوف الحل، شنو هما الاخطاء اللي طحتي فيهم، صححهم
وانت غادي كتموفي درس من بعد درس درس من بعد درس، حتى واحد الوقت غتلقى راسك بانك ساليتي واحد الماده. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني شنو هما القنوات شنو هما الاساتذه اللي غنتبعوا معاهم، راه ديجا يلا حطيت واحد الفيديو السيمانه اللي فاتت، غادي تدخل غادي تشوف فيها كاع القنوات بالنسبه لكل ماده وتبع معاهم، وانا متاكد بلي غادي تستافد منهم بزاف. واش هادشي كافي؟ لا، مازال ما سالينا، كاين الخطوه رقم 6. وبالنسبه لهذه الخطوه هذه هي التتبع، ضروري ما خصكم كتبع داك المراجع، داك البرنامج اللي صوبتي راه ماشي بالضروره تكون غادي فيه 100%، الا كنتي غادي فيه غير 8% 85% راه مزيان. راه انا العام اللي فات راه كنت بديت ديك الساعه في شهر 2، ولكن فاش دوزت الامتحان ديال الرياضه لقيت بلي كاع داكشي اللي قريت خصني نعاودو من الاول بالعربيه، حيت انا في الاول كنت قريتو بالفرنسي، وعاود داكشي في شهر 3. ونورمالمون انا في شهر 3 كنت مقرر على انني غادي نقرا فيه الاس في تي والفرنسي، وشنو طرا ليا وليت كنقرا الاس في تي والفرنسي، وفي نفس الوقت كنراجع الماط والفيزيك اللي كنت ديجا قريتهم بالفرنسي. وفاش قرب الامتحان الوطني والجهوي لقيت راسي بانني في البروغرام اللي حطيت واصل لواحد 98%، يعني ساليت البروغرام. اذا الا لاحظتي بانك البرنامج ما غاديش فيه 100% فحاول غير دارك الموقف، ما تحاولش تحط عليك ستريس وتحط عليك الضغط وتقول انا محال واش غادي نكمل صافي غير نطلق هادشي، راه لا طلقتي داكشي راه في الاخير راه ما غيطرا والو، راه الحاجه اللي غتكون متاكد منها هي انك ما غتجيبش مزيان. العكس الا بقيتي مكمل، العكس الا بغيتي دارك الموقف، العكس الا كنتي كتاجوستي غادي وكتحاول ما امكن انك توبتيميزي ديك المراجعه ديالك. اذا بخلاصه في هذه الخطوه ضروري ما تبقى متبع داك البرنامج، واش انت غادي فيه مزيان؟ الا كنتي غادي فيه مزيان داكشي اللي بغينا، الا ما كنتيش غادي فيه مزيان حاول دير مجموعه ديال التعديلات يلاه يلاه تجيبها لاصق. ودابا غادي ندوزو لاخر واهم خطوه واللي كيهملوها التلاميذ وكيخليوها حتى للسيمانه الاخرى ولا 15 يوم الاخرى، وهي الامتحانات. الامتحانات قد ما بديتي كتوجدهم قبل قد ما مزيان، قد ما تعطلتي حتى الاخر قد ما غادي يكونوا الحظوظ ديالك باش انك تجيب نقطه عاليه هابطين. الامتحانات الا بديتيهم من دابا فاش تكون ساليتي الدروس والتمارين راه مزيان، على الاقل بعدا غير تفرج فيهم شوفهم امبريمي دوك الامتحانات وشوف شنو المحاور اللي كيتحطوا في هذاك الامتحان مثلا ديال الرياضيات ولا الفيزيك، وتكون عندك واحد الفكره، ماشي انت تسالي الدروس كامل والتمارين عاد تبدا تفكر اجي نشوفوا شنو كيتحط لنا في الامتحانات، غيكون ديك الساعه تخوطه وغتكون تعطلتي. وضروري ما خصك عندك واحد الطريقه كيفاش تبريباري الامتحانات، هذا الشيء ان شاء الله غادي نهضر عليه اون ديطاي في شي وحده من الفيديوهات، وغادي نوريكم الطريقه ديالي انا كيفاش كنبريباري الامتحان وكيفاش كنوجدو وكيفاش كنمشي لاصق، يعني كنابليكي قانون ديال باريتو. هاد القانون ديال باريتو راه هضرت عليه بزاف في الفيديوهات ديال العام اللي فات، وعاود ثاني غنهضر عليه هاد العام. الا جيت تلخص هاد الخطوات كاملين فغادي تكون اول خطوه هي انك تعرف شنو هما المواد اللي عندك في داك الامتحان وتعرف شنو هما المعاملات ديالهم. الخطوه رقم 2 هي انك تعرف شنو هما الدروس اللي عندك في داك الامتحانات ودير المجموع ديالهم، تعرف شحال من يوم باقي لك من هنا للامتحان وتحسب داك المعامل ديال شحال من درس خاصك تقرا كل نهار. الخطوه رقم 3 هي تحدد العدد ديال الساعات اللي غادي تراجع كل نهار وتعرف التوقيت ديالها. الخطوه رقم 4 هي انك تحدد واحد البرنامج ديال المراجعه وتعرف بالضبط شنو هما المواد اللي غتركز عليها. الخطوه رقم 5 هي انك تبدا المراجعه، يعني تمشي لليوتيوب وتبدا تفرج في الاساتذه كيشرحوا الدروس وتصاوب الملخصات ديالك. الخطوه رقم 6 هي التتبع، يعني داك البرنامج اللي حطيت ضروري ما خاصك تتبعه باش تعرف راسك واش انت غادي مزيان ولا لا. واخر خطوه غادي نختموا بها وهي الخطوه رقم 7 هي التحضير للامتحانات. دونك ما تخليش حتى يقرب الامتحان عاد ديك الساعه تبدا تطلع عليهم وتبدا تكتشف، حاول تبدا من دابا. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه كاع الناس اللي كانوا تافين وما عارفينش منين غادي يبداو تكون عندهم دابا الخطه ويبداو من اليوم. الله يرحم لك الوالدين ما بدا من اليوم، راه الا ما بديتيش من اليوم وديما كل عام كنعاودها راه غادي تندم بزاف، كتضيع واحد الفرصه اللي كبيره، واحد الفرصه ديال انك غادي تجيب 16 17 18. قد ما تعطلتي قد ما ديك النقطة تهبط، بلاصة ما كنتي غادي تجيب 17 وبين يديك وغتراجع غير ساعتين كل نهار، غادي تولي جايب 12 ولا 13 ومضيع هذيك المدرسة ولا هذاك الدومين اللي باغي دير من مورا الباك، وغادي تولي تقلب كيفاش دير باك ليبر وتعاود تقرا داك الشيء من الأول. وأنا ما بغيتكش تطيح في هذا الشيء كامل، داك الشيء علاش النصيحة ديالي بدا من اليوم. ولا عندك أي تساؤل راه كاينة واحد النمرة واتساب لتحت صيفط ليا ولا دخل الجروب تيليجرام راه كنجاوب فيه على كاع الأسئلة ديالك. وما تنساش أنك تتفاعل مع هاد الفيديوهات، تعطيني الراي ديالك في لي كومونتير، الا عندك اي تساؤل راه كيف قلت كنقرا كلشي. ولكن انت اول مره كتفرج الفيديوهات ديالي ما تنساش سبسكرايب، تفعل الجرس باش يوصلك الفيديوهات في البلاصه. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، ما تنساش انك تدخل الجروب تيليجرام، راه كل نهار كنصيفط فيه ميساج، كنصيفط فيه مجموعه ديال الطرق كيفاش تقدر على انك تبريباري مزيان، كيفاش توجد الامتحان سواء كنتي عندك الجهوي الوطني ولا عندك باك ليبر. تهلا ليا فراسك، نشوفو فيديو جديد ان شاء الله.